في فؤاد مبسوطه انا انك معنا الليله. بعدين شو هالكادو الحلو؟ ميرسي كثير. هيدا شو؟ فحبيت انه يعني مينيموم انه تكوني انت معك اياها. ميرسي. ثانك يو. متى بدك تعمل لي فيها ميك اب؟ خلص وعد بركي قبل ما ونكد عليك. قبل ما نبلش حديثنا تفضلوا. قبل ما نبلش حديثنا معك ايه بدنا نعرف شو المثل لحلقه الليله فتنا بالحيط والهاشتاج طبعا أكيد. المثل لليوم ايه والهاشتاج سرعه كل جمعه اوكي 9:30 على الجديد مع تاتي ومع فادي مش حتقدر تغمض عينيك وهاشتاج فتنا بالحيط. طيب بدنا نعرف كيف بلشت كل هالقصه معك؟ كيف هالامثال هالهاشتاج كيف 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 مين اعطاكم هالفكره؟ هو صار ولا شيء ولا شيء، هي بس هيك نومي قومي نومي قومي. ما بدك انت ما بدك تفوت بالحيط انا حفوتك بالحيط. خبرنا عن جد هيك بلشت. نمت صحيت قلت مثل بين الضحك والمزح والمحبين كانوا كتار ما شاء الله فركبوا عليهم مقاطع وكذا وهيك وشخصية عنيدة كفيت دعست ومشيت. طيب وين حسيت انه الضجة على مواقع التواصل الاجتماعي صارت كبيرة وشهرتك يعني بهالموضوع؟ اكيد يمكن لانه كانت شخصية مثيرة للجدل. نزلت نيزك عليهم فعاد. نيزك حلو النيزك. طيب شو اللي زعجك بهيدي الشهرة؟ لا كانت صعبة بالاول انه يعني وعيت صحيت انه كنت حدا عادي تعرضت لتنمر؟ ما كنت استوعب اي تنمر، انا طلع من عندي التنمر. طلع من عندي من هيك من عكري داري من سريري. يعني كنت اصحى مش لاقي، كنت مثلا اذا بدي لاقي 2000 مسبه ويمكن 10 مدح. فتخيلي قد ايه بدك تستهدي. كيف تعاملت مع هذا الموضوع؟ كان صعبة. صعبة يعني أول أيامي كان يصير معي ديبرشن بس ما كنت فرجيهم للعالم. عن جد؟ إيه أكيد ما كنت أستوعب إنه فجأة أول مرة حدا بحياته ممكن يسبني بهالطريقة العدوانية. عن جد؟ أول أوفر. ما أنا من أوائل السوشيال ميديا يعني من 2014. طيب واليوم كيف عم تتعامل مع التنمر؟ خلص 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 شو بدك بس؟ فقعنا شي وحدة. خلص هلا هلا حكينا مثل وهاشتاج مثل ما بيقولوا الفراشة تطير والكلاب تنبح. أيوة أيوة بيبو حوطونا بالحلقة. اعطينا هاشتاج مثل وهاشتاج لكل يلي مش عاجبينه لفيفو، يعني فيفو انت مش عاجب بعض الناس فقعهم شي وحدة. عادي ما ضر السحابنا بحل كلاب وهاشتاج انبحوا. اوه شو سريع الله يا فيفو. طيب فيفو النجمة داليدا خليل يلي سبق واشتغلتوا سوا، انت وين بتحبها أكثر بالتمثيل أو بالغنى؟ باثنين بصراحة، يمكن أنا عندي زيادة لما بحب حدا شو ما بقدم خلص إنه بحب. وهي فعلا إنه يعني كيف بدي لك كانت خفيفة بالغنى، هلا تمثيل إنه شهادتي مجروحة فيها. وارر. طيب كيف لقيت التجربة الفنية بمسلسل لا قبلك ولا بعدك على التلفزيون الجديد؟ كانت لذيذة كثير كثير وعن جد يعني هي كنت مثل ما بيقولوا 5 حلقات بس كنت أنا يعني مثلا انه نجوم وسهره واضاءه وما بعرف شو، واكبر دليل لما كان في تصوير الحفله يعني الكرو كله للتيم اللي كانوا عم بيصوروا حلفوا هيدا اكثر نهار كان تصوير حلو لانه هي للاربع الصبح عند ماما ارزي ويلا وطقشوا ورقصوا وانا شو عم غني انا زلمه على قد الحال ومملكتي اوف ومول. طيب فيفو بدنا نشوف هلا فيديو سيربريز لإلك اوكي وبنرجع بنعلق عليه بالحياة. يلا فعلا انا بنقز كثير. رجعي خبرنا شو قصتك مع النقزه؟ ما سمعنا. بتعرف مثل ما بيقولوا قلب الصغير لا يتحمل؟ هيدا انت قلبك الصغير لا يتحمل. يعني انا مثلا في كذا نقزه وقت اول ايامي اصحابي عملوها انتشرت على اليوتيوب وركبوا عليها قصص انه يقتحمون منزل فيفو بتلاقيها على يوتيوب. اها ايه وحاطين سلاح وانا فجاه بكون عم بنقز مركبينها يعني عاملين هيدا. فكل اصحابي وهي اوريدي سبحان الله
بكون انا عم بركض ركض او عندي مثلا بعد يمكن 10 دقائق بدي يكون مثلا عم راجع السكريبت او شيء فتتني بس نقزه هلا قبل ما تفوت ما في حرام قلبي نقزه انه بكون انا ناسي او ممكن مثلا نفوت تنقزوا يا جماعه بتنقزوا بتنقزي ليا؟ ايه اوقات وقت اكون شارده عم فكر بشيء بنقز اكيد حدا هيك كليك فما بالك انا حياتي كلها بكون شارد ابدا نشوف لك لما رح نروح على صندوق جاهزه صندوق الجرسه فيفو يلا صندوق الجرسه اسم اللعبه بروموشن يلا. بدك تعمل دعايه لبرودكت على طريق فيفو تقنع العالم يشتروه وبالاخر تقول هاشتاج عن هالبرودكت اسم البرودكت روج الغنوج شو اسمه روج الغنوج او مفجرنا موهبتك التسويقيه يلا هيدا روج الغنوج يلا الكاميرا هون اجتهم مثل ما بيقولوا دعايه فور فري يلا 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 طب هاي اليوم رح طلع عليكم بشيء ما بتتخيلي شفافك ممنوع يقشبه ابدا ابدا بدك تدلي مش ضروري اذا انبستي يعني انه شيء كثير منيح نو فيك تستعملي هالروج الامور الهيوج بتعمليه هيك 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 ها طلعي صرتي بتحسي حالك بيسي لمده سنه وبرتب وهاشتاج كفي بعدين برافو فيفا والله لا خرجك خرجك ملعبي بدي اسال اسماعيل